اروح للاستاذ اشرف، تعليق حضرتك على كلامه ايه؟ بسم الله والحمد لله واصلي واسلم على رسوله. دعينا نؤصل لمن وضع مشكلة القضاء المدني والقضاء العسكري. نعم. الذي وضع هذه الفتنة هو الرئيس حسني مبارك، عندما أصدر بنفسه ولنفسه قانونا يتيح له إحالة بعض القضايا إلى القضاء العسكري. من هنا اعتقد الكثيرون أن القضاء العسكري هو العصا الغليظة في يد الحاكم يؤدب بها معارضيه. القضاء العسكري هو العصا الغليظة التي في يد الحاكم لكي يؤدب بها الآخرين. نعم. من هنا بمعنى إيه؟ من هنا يعني حضرتك وقعت في خطأ جسيم. لما قلت إيه؟ لما قلت إحنا عايزين نحيل القضايا الإرهاب إلى القضاء العسكري ليصدر فيها أحكام رادعة. طب هو القضاء المدني لا يصدر أحكام رادعة؟ هذه تفرقة بلا مبرر بين القضاء العسكري والقضاء المدني. في جوهر كل من القاضيين ضمير القاضي، إذا رأى أي من القاضيين أن هذه مسألة تستوجب حكما رادعا أصدر الحكم، وإذا رأى أي من القاضيين أن الحكم أن الأوراق التي أمامه لا تستلزم حكما رادعا يصدر البراءة. إذن لا وجود لتفرقة بين القاضي الجنائي والقاضي المدني، كلاهما يحمل في صدره ضمير القاضي، كلاهما حلف اليمين على أن يحكم بالعدل، ولكن حسني مبارك هو الذي وضع هذه الفتنة بأن أوحى للناس بأن إحالة القضايا المدنية للقضاء العسكري هي تأديب لهؤلاء. ولكن احنا هنا لما تيجي حضرتك تلاقي القضاء المدني اذا كانت احيلت اليه نفس القضية التي محالة للقضاء العسكري، انا اؤكد لحضرتك انها يصدر فيها نفس الحكم.